بقى موضوع تقيل شوية وكلنا بنتكلم فيه وهنتكلم فيه كل يوم على فكرة، مش هنبطل نتكلم فيه. أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن دول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحة للقرارات الأحادية في ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه استعداد لتقديم خبراته لحل الأزمة. أضاف شكري أن وزراء الخارجية الأوروبيين استفسروا عن التطورات في ملف سد النهضة وفعاليات مجلس الأمن ورؤية مصر تجاه هذه القضية والتوجه المستقبلي، وأضاف هناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري وتقدير أسلوب مصر في التعامل مع هذه القضية، خاصة بعد إبداء المرونة والعمل على تحقيق مصلحة الدول الثلاث. وتابع شكري هناك رغبة حقيقية بالإمكانيات المتاحة لدعم المسار التفاوضي واستخلاص التجارب الناجحة على المستوى الأوروبي ونقلها لحيز المفاوضات، وذكر أن الاتحاد الأوروبي لديه استعداد لتكثيف التعاون وتقديم خبراته والمقترحات اللازمة لحل أزمة سد النهضة، وهناك تأكيد على عدالة الموقف المصري واهتمام كل مواطن مصري بهذه القضية وضرورة تجنب أي أزمة. أستاذ هاني، يعني مرونة أكتر من كده ما شفتش، يعني خليني أتكلم الموقف المصري. أنا مستعد أقدم خبراتي، مستعد إن إحنا نحل، مستعد إن إحنا نتفاوض، مستعد إن إحنا نقدم كل المساعدات. عملنا كده مع الدول الأفريقية اللي حواليهم كلها. حلو، أنا كل ده موافقة عليه، وأيضا الجانب السوداني بيتحرك وكده، لكن خليني أقول لك في ظل هذا التحرك الكبير الدبلوماسي الذي يحدث خاصة بعد جلسة مجلس الأمن، ما سمعتش حاجة من الجانب الأثيوبي. انت موافق؟ يعني هل انت موافق على ده؟ هل انت موافق تقعد تتفاوض؟ ولسه هنشوف بيان مجلس الامن، التفاوض ده هيبقى لمده زمنيه محدده، مش هيبقى الى ما لا نهايه زي ما قال الرئيس. طيب التفاوض ده هل انت مستعد تقعد؟ هل انا انزل لحته وانت تنزل لحته وده ينزل لحته؟ يعني نصل الى حل وسط ملزم لكل الاطراف. ما سمعتش منهم اي حاجه. بص حضرتك، الاداء الاثيوبي الدبلوماسي في مجلس الامن وقبل مجلس الامن، حتى في جلسه مجلس الامن بتاع السنه اللي فاتت، وفي التعامل مع الازمات وحتى في التعامل مع ازمه تجريه عندهم، هي بتتبع سياسه الكذب. انا اقولها بصراحه كده، هو سياسه كاذبه مخادعه، هو بيخدعوا المجتمع الدولي في كل حاجه. الاعضاء اللي اتكلموا في مجلس الامن اللي مش دارسين ملف سد النهضه كويس، اتكلموا على كلام انشاء كاننا قاعدين في محاضره او في سيمينار او في ندوه، انما الاطراف اللي متابعه الموضوع كويس، يعني انا كنت في حوار مع سفير الاتحاد الاوروبي في القاهره للاهرام كريستيان بيرجر من اكتر من 6 شهور، قال لي ان الاتحاد الاوروبي غير، يعني ما معناه ان هو عنده فعلا مقترحات لحل الازمه، بس بشرط الطرفين يوافقوا على كده. هو مصر متقبله ومرحبه جدا جدا جدا، وعلى فكره الموقف الاوروبي ده، يعني انا بقول الموقف الاوروبي ده مش كويس جدا، والجلسه اللي حضرتها مصر في مجلس الامن كان كلها مكاسب. المكسب الاولاني ان احنا نقلنا الملف بالفعل، نجحنا في نقل الملف بالفعل من الاتحاد الافريقي الى مجلس الامن. وزي ما قال السيد وزير الخارجيه سامح شكري، قال الملف طالما راح مجلس الامن يبقى في الغالب سهل يرجع ليه في اي وقت، يعني هو لغايه دلوقتي لسه ما تمش البت فيه. الحاجه الثانيه ان احنا كسبنا اعتراف واقرار من دول كثيره جدا اعضاء دائمه في مجلس الامن، يمكن باستثناء المندوب الروسي، ان اثيوبيا اخطات بالملء الثاني الاحادي. يعني ده مرفوض تماما. الحاجه الثالثه ان اثناء انعقاد مجلس الامن صدر بيان الاتحاد الاوروبي الشهير جدا، اللي هو بيعتبر تغير ممتاز جدا في صالحنا. الاتحاد الاوروبي اصدر بيان بيعرف فيه عن اسفه للملء الثاني بشكل واضح، وزي ما تقولي كده انحاز او مال الى الموقف المصري تماما. حاجه اخيره لازم نتكلم فيها بالنسبه فيما يتعلق بسد النهضه دون، اثيوبيا من الداخل، يعني عايز اقول ايه بالبلدي كده، هو موقع وقع سياسيا، ممكن نقول لغويا مهترئة. مهترئة، منتهكة، مخترقة، دولة فيها أراضي محتلة، فيها الإقليم الشمالي اللي هو بيسموه ريجن 1 أو المنطقة الأولى اللي هي تجراي، دي منطقة. طب أنا هاجي عند تجراي هتكلم فيها، بس خلينا في سد النهضة. خليني أكلم معانا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا، اتفضل. دكتور طارق، يعني
أنا شايفة إنه الجولة اللي بيقوم بيها وزير الخارجية السيد سامح شكري غير لقاءاته في بروكسل مع العديد من وزراء الخارجية، تقييمك لهذه الجولة إيه؟ خاصة إن التصريحات بالأمس يعني تشعرنا بالأمان أكثر من يوم جلسة مجلس الأمن. هو بالتأكيد طبعا زيارة وجولة الوزير سامح شكري مهمة، لأنه الموقف الاتحاد الأوروبي بيميل إلى الموقف المصري لحد ما، لكن اليوم نحن نتكشف مواقف الدول الداعمة لإمكانية استئناف المفاوضات على طريقة الحشد وتكتيل المصالح والمواقف المباشرة، لأنك تعلمي أنه مدار في مجلس الأمن لم يعمل لصالح مصر ولم يعمل لصالح إطار الدبلوماسية المصرية، برغم الموقف المصري وكلمة الوزير سامح شكري القوية التي حددت كثير من النقاط الرئيسية في موضوع السد الأثيوبي، لكن أعتقد أن المواقف الدولية لا تعمل لصالح مصر، وعلينا أن نتيقن من هذا الموقف الروسي، الموقف البريطاني، الموقف الصيني، وبالتالي نحن هنا نعمل على مسارات أخرى، مسارات متعددة تركتو في مسار المفاوضات، وليس يعني اللجوء إلى مجلس الأمن كمجلس أمن. بيان الاتحاد الأوروبي دعا إلى أثيوبيا لوقف أسلوبها والقرارات الأحادية اللي أخذتها، لكن هذا يحتاج إلى آليات وأدوات طول تستطيع أن تعملي عليها، ليست بالبيانات يمكن أن يعني نتكشف المواقف في هذا الإطار، لكن الجولة مهمة جدا لاعتبارات متعلقة بحرص مصر على اختيار المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ليس فقط دول مجلس الأمن، وبالتالي الموقف هنا يعود إلى فكرة الرباعية الدولية اللي احنا كانت طرحت من قبل السودان ومصر دعمتها، يبقى في أطراف دولية في هذا الإطار، خصوصا وإنه مشروع القرار التونسي كما تعلمي اصطدم بمواقف داخل المجلس وخارجه، وتغيرت بعض النصوص والباراجرافات الخاصة التي كانت ستلزم الجانب الأثيوبي بكثير من الأمور، ويبدو هنا أن كان هناك تواطؤ دولي في مجلس الأمن جرى حول مشروع القرار التونسي، وبالتالي هنا موقف الاتحاد الأوروبي حيكون مهم حضرتك في إطار حرص مصر على الانفتاح على الأطراف الدولية لاستئناف عملية المفاوضات وفق إطار زمني ووفق ضوابط ومعايير محددة، وليس التفاوض من أجل التفاوض والدخول في جدال حول بقى الملء الثاني والثالث، لأن الثاني بدأ، هنتكلم في الثالث ونتكلم في الضوابط وهنتكلم في اتفاقيات التشغيل والمعايير اللي تضمن أمان السد، وبالتالي سندخل في تفاصيل كثيرة. مهم جدا أن يكون في موقف أوروبي داعم لمصر، بالإضافة إلى استمرار التفاوض مع دول مجلس الأمن خارج دائرة مجلس الأمن، يعني سيكون هناك بطبيعة الحال اتصالات مباشرة مع الجانب الأمريكي والصيني والروسي في إطار مجلس الأمن وطبعا وخارجه، ولا تنسي أن هناك في موقف فرنسي ربما يبدو داعما حتى الآن، والموقف الأمريكي داعم برضو، يعني ما نقدرش نقول أنه مش يعني داعم. لا لا لا، أعتقد الموقف الأمريكي داعم. جولة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي حينما زار مصر وزار السودان وإريتريا وأثيوبيا لم يقدم أي مقاربة جديدة، والولايات المتحدة لديها حرص على استمرار المشهد بهذه الصورة، فبالتالي لا نريد أن نعول على مواقف لا الولايات المتحدة ولا الصين ولا روسيا في هذا التوقيت، مع التأكيد على أن احنا مصالحنا كبيرة مع المجتمع الدولي ومع الدول الرئيسة في هذا. نعم. مجلس الأمن دائما ما أقول حضرتك أنه غابة سياسية كبيرة، مصالح وتربطات كبيرة. أعتقد أن الوزير سامح شكري بيقوم بجولة مهمة، نتائجها هتتضح، هيبقى في نتائج إيجابية جدا، احنا واثقين تماما في إمكانياتنا وقدرتنا، وفي رسائل وجهت لكافة الأطراف، رسائل تفاوضية وغير تفاوضية، وأعتقد المجتمع الدولي بصرف النظر عن التعنت الأثيوبي اللي حضرتك أشرت وتكرمت إليه هيستمر بطبيعة الحال، هذه مراوغة أثيوبية يجب أن توضع في نطاقها، ويجب أن نكون حذرين من أي تباين أو تجازف في المواقف الدولية في هذا الطرف. نعم. دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنا بشكرك شكرا جزيلا.